السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال في قمة الروعة وقمة الجمال، وكلنا محتاجين السؤال ده. أحييك أيتها الأخت الطيبة على هذا السؤال الجميل. تقول: ماذا أفعل لكي لا تمسني النار؟ الله أكبر، سؤال جميل والله، أحييك على هذا السؤال. يا جماعة، في حاجات قال لنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يعملها ربنا سبحانه وتعالى يحرم جسده على النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم أجسادنا وأجساد آباءنا وأمهاتنا على النار. أول شيء يا جماعة، بشرى لكل مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الشهادة. الحاجة الثانية، حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ قال: كل قريب هين سهل. الله أكبر. الحاجة الثالثة يا جماعة، الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس، على ركوعها وسجودها وعلى وضوئها وعلى مواقيتها، إلا حرم الله عليه النار. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا تمس أعينهم النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. الحاجات دي جماعة اللي يعملها ربنا يحرمه على النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم أجسادنا على النار. شوف حضرتك تقدر تعمل إيه من الحاجات دي وعملها، ربنا يحرم جسدك على النار. أهم شيء يا جماعة الصلوات، الصلوات الخمس، ربنا سبحانه وتعالى يحرم جسدك على النار، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات حرم الله عليه النار. وجزاكم الله خيرا.